في فيديو النهاردة انا قررت ان انا اعمل كهف جوه الجبل عشان يبقى ده كهف جيش البطيخ الرسمي. فعشان هو كهف ليه لا ما نحاولوش لكهف قراصنة وحرفيا نحط اقوى جمجمة فوق المدخل. جامد صح؟ انا عارف. فيديو النهاردة خد اكتر من 48 ساعة عشان يخلص، فاتمنى لو عجبك المحتوى وعايزين نستمر في تقديم المحتوى الجامد ده متنساش اللايك واشتراك وكومنت، وطبعا طبعا متنساش تدخل سيرفر الديسكورد. وبالمناسبة انا قايل لكم عايزين 1800 لايك على الفيديو الاخير، حرفيا سحقتوا ابو الرقم. عشان كده لو قدرتوا تجيبوا على الفيديو ده 2000 لايك انا هبني اكبر واضخم بطيخة عند مستر بيت، لان خلينا نكون متفقين هو محتاج حاجة، هو محتاج يتربى. المنطقة فعلا شكلها ممل قوي قوي قوي، وعلى الاغلب كل الحاجات اللي انا بنيها في المنطقة دي كلها تتشال وهبدأ ابني بالستال ده فقط. فبما ان اللي انا حرفيا هعمل اعادة تصميم للمنطقة كلها، ليه لا محفرش 100,000 بلوكة هنا واعمل كهف عملاق واحط فيه جيش البطيخ. اوكي خلينا افهمكم شوية. تمام خلينا افهمكم، احنا كنا في السنجل بلاير عندنا الاسطول البحري والجيش البطيخ كان بيهرب من الجزيرة. حلو، من جزيرة السنجل بلاير. زي انتم شايفين انا عندي نار هنا جاي من المحيط، فاحنا جينا احنا كجيش بطيخ بالاسطول البحري من المحيط دخلنا على الجزيره دي وانتهى بينا الحال جوه الكهف ده اللي هو الكهف اللي لسه ما اتعملش اللي هو لسه هيتعمل. استعمرنا الكهف ده وقعدنا فيه على اساس هو المقر الرسمي لجيش البطيخ. طبعا طالما انا هعمل مقر قراصنه حرفيا كهف جوه جبل، ما ينفعش اعمله بالستايل فيكتوريان ده، فده معناه ان كل البنات اللي انا بنيتها هنا كلها هتتشال. يا انا عارف دي فكره غبيه بس هي لازم، لان الصراحه انا عجبني الستايل اللي هناك اللي انا لسه متعلمه قريب ده اللي هو ده، عجبني جامد قوي. تمام وانا عايز اخلي منطقتي كلها عليه ونحط قصه بقى للمنطقه عشان محتاج قصه فعلا، كل الاعضاء عندهم قصه لمنطقتهم الا انا. واو عجبني كده خلاص. تعالوا اشرح لكم الموضوع هيمشي ازاي. دلوقتي النهر ده كده كله بيصب في البحيره دي، تمام، ولا البركه ولا ايا يكن ايه هي، ما بعرفش فيهم قوي، ولكن احنا هنيجي نكسر من هنا تمام وهنكمل نهر صغير وهنحفر مدخل ضخم جدا جوه الجبل ده. ليه اخترت الجبل ده؟ لان اولا قدامه البركه، وثانيا الجبل ده انتم شايفين عريض وطويل وهيستحمل كل الحاجات اللي احنا هنعملها جوه الكهف. يعني فلنقل احنا هنحفر الحفره هنا، شايفين نحفر الحفره هنا هيبقى عندنا مساحه كويسه قوي جدا. الصراحه انا ما اعرفش انا هحفر كام بلوكه، انا عايز كهف ضخم جدا، ف يا موضوع ممكن يوصل اكتر من 100,000 بلوك انا مش عارف، بس يعني انا عامل المشروع ده في كرييتيف عندي في العالم، وعلى حسن ظني يعني المفروض يكون 100,000 بلوك 50,000. طيب طبعا بما ان انا خلاص يعني ما بقتش محتاج الفورمات دي زي ما كنت محتاجها في الاول، والفورمات دي حرفيا موجوده من اليوم الاول في السيرفر. عموما اللي هيحصل ايه، اللي انا هاخد الفورمات دي واحطها جوه الكهف هنا. تمام المفر مش هتحتاج الحاجه اللي فوقيه دي، الحاجه اللي فوقيه البلاتفورم اللي فوقيه دي احنا بنحطه عشان نضلم المكان هنا ونخلي الوحوش ترسبن، احنا مش هنحتاج دي، فاحنا هنحط الجزئيه دي بس جوه، ودي هنحطها تحت الارض جوه عادي برضو، وهنفضي المكان هنا ونبني فيها شويه سفن متدمره على اساس ان في شويه من السفن بتاعت جيش البطيخ في يا جدع ما تخليني اتكلم كانت بتحاول تدخل وما عرفتش واتدمرت هنا على الجوانب بقى بتاعت البحيره وكده، او حصل لها حاجه مش عارف، اشوف كده ممكن اطلع اخطبوط من تحت البركه ولا حاجه. عموما هو مشروع ضخم، مشروع ضخم جدا. اول مرحله من المشروع ده هو ان انا ابتدي الحفر بتاع الكهف ذات نفسه، وبعد كده هنبتدي نظبطه كلنا مع بعض. تمام هبدا احط له بقى زي الديتيلز والتفاصيل، وبعد كده في الاخر خالص هنبقى نبني السفن. طبعا جيش البطيخ هيكون جوه، ودي المكان اللي هكون بحط فيه اساميكو جوه، فخلينا نبتدي. دلوقتي انا حفرت النهر وحفرت المكان اللي انا ما عايزه، تمام، عملت حاجه صغيره قوي لان انا كنت عامل شغال بالتي ان تي وبتاع، ف جت في بالي فكره ولا انا افجر الكهف ده حرفيا معاه. هتسالوني ليه بفجر الكهف انا؟ عشان ليه لا، دي اول حاجه. تاني حاجه عشان المساحه، عشان انا محتاج مساحه وانا ماليش خلق اقعد احفر كل ده بنفسي واخليها بقى ظابطه بالملي بقى وبالبلوك، مفيش الكلام ده. كل اللي احنا هنعمله ايه، هوب 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 طبعاً. بس طبعا على نطاق اوسع بكتير، يعني مثلا شايفين الحته دي، اي 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 اي، لكن انتوا فهمتوا الفكره صح؟ فخلينا كده ان بنوسعه مع بعض بقى.
الموضوع هنا بدأ يبقى فيه وحوش كتيرة شوية بغباء. اوكي شكلي ميت. اوكي انا ما فكرتش فيها انا. تمام. هذا الشيء صار حصل ايه؟ انتوا عارفين. اوكي شباب، في اخبار وحشه جدا. في اخبار وحشه قوي. ده المكان اللي انا مت فيه ده كل الحاجات اللي انا لقيتها فيه. من الواضح كده ان تي ان تي فجرت كل حاجاتي صح؟ يا ما فيش اي حاجه هنا، ما فيش حاجه، خسرت كل مواردي. باري احنا اصحاب صح؟ لماذا هذا؟ احنا اصحاب صح؟ نقدر ندي لبعض حاجات على طول صح؟ عايز انت عايز ايه؟ شوف انت اكيد شايف من شويه، تمام؟ شفت انت من شويه ان عمر فايف مات من عمر فايف صح؟ اوكي شلون هاي صارت معرك ولكن ايه؟ وعندك دروع وادوات حطيتهم احتياطي؟ عندي كل حاجه احتياطي. طب انا اقول لك على حاجه حلوه، انا اخذ الست الاحتياطي بتاعك حلو؟ وادفع لك مكانه. شوف انت عايز كام، قول لي بقى عايز كام. حلو، هو انا لازم استغل الموقف لانه انا استغلالي تمام، معروف طبيعتي انا انسان استغلالي تمام، معروف لازم استغل. ايوه هاي نقطه قوه صار. طيب دق ما عندي مشكله، شوف هذا الشولكر ايش عجبك بس اخذت كل شيء. لو عندك كتب من ده يبقى شيء خرافي، مع اني كده كده كنت اجي اشتري من الفيلجر بتاعك زي الفل. واحد اثنين بس شيء اخير، الترا. اوه كمان الترا حلبيت، ويمكن اموت في الطريق. استنى ما دفعت لكش. قلت لك افكر، انا لسه ما فكرتش. ايش رايك تحفر لي حفره نفس اللي حفرتها؟ انسى، تعال خد حاجاتك، انا افضل اموت 20 مره. كل اللي محتاج اعمله دلوقتي ان انا اقعد هنا في الفارم دي شويتين، اقعد اظبط لي ادوات تانية. انا دلوقتي كل حاجه معايا في الارمر تمام، اطور الالترا دي واظبط لي ادوات وارجع لكم. اوكي بعد فتره طويله قدرت ان انا اظبط المنطقه هنا كده تماما. حلو، ظبطت المكان من جوه شويتين. دلوقتي ما بقاش فاضي غير حاجه واحده بس، اللي هي انا ابدا اصمم في المكان ده عشان يبان ان هو فعلا كهف قراصنه مش تي ان تي مكنه مرميه في كل حته. اللي محتاجه دلوقتي هو خشب. وباقي الموارد عندي في شستات من الحفره، فكان الحفره اللي 300,000 بلوك اللي انا حفرتها، اللي ما شافش الفيديو اهو يشوفه، هتلاقيه على كده على الشمال او على اليمين، ما اعرفش هتلاقيه في مكان. التصميم اللي انا همشي بيه ان هو هيبقى عامل زي، انا مش فاهم افهمها لكم ازاي، بس على الجانب ده هيبقى فيه مينا. حلو، وهحط شويه تفاصيل كده كهوفيه، تفاصيل كهوفيه يعني التفاصيل اللي بتبقى في الكهوف وكده، دريب ستون نازل من فوق والخ، فاهمين انتوا الدنيا، هتشوفها في الريبلاي. وعمال ما اعمل الكلام ده كله يكون التصويت اللي نزل في المنتدى جاب اخره، لان انا قاعد بفكر بقالي شويه اذا كنت اعمل مكان ده كمقر الجيش البطيخ، احط السفن بتاعت الجيش البطيخ هنا، ولا اعمله كمكان كان فيه قراصنه وماتوا في حطام سفن هنا، فاهمين قصدي؟ دي الفكره، فكرتين محتار منهم. عمال ما اخلص شويه التظبيط ده هيكون المنتدى طلع لي التصويب. انت نزلت من فوق بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ انت بتخلي حياتي اصعب ليه؟ اوكي دلوقتي اسيبكم مع التايم لاين. دلوقتي انا خلصت جزئيه كبيره جدا من الكهف من جوه. حلو، ولكن انا نسيت اقول لكم ان الكهف ده انا عايز احط فيه حاجات، اللي هو فلنقل ان جيش البطيخ هيجي يرتب السفن بتاعته هنا. حلو، وانتوا كجيش البطيخ عايزكم تقولوا لي انتوا هتعملوا ايه في الكهف ده، تمام؟ يعني مثلا كان في بالي ان انا احط مقادة الطعام هناك واحط جيش البطيخ لانه بياكلوا كده مع بعض. عايزكم بقى تقولوا لي افكار زي دي كده، زي اللي انا لسه قايلها لكم، زي مقادة الطعام دي في الكومنتات، واكتر كومنت او اكتر كومنتس عليهم لايك انا هعملهم جوه الكهف. اتفقنا؟ اتفقنا. دلوقتي ننتقل للمرحله الثانيه من البناء بتاع الكهف ده، وهي السفن والمدخل بتاع الكهف. المدخل ذات نفسه انا مش عايزه شيء قوي تمام، انا بحاول اخلي البناء واقعي، يعني بحاول اخليه واقعي على قد ما اقدر، مش فانتسي او شيء خيالي. فعشان كده اول هنشيل الفرمات دي كده كلها من هنا، هنحط هنا السفن، وهنحط سفينه صغيره بتتمشى هنا وسفينه جوه. حلو، بفكر هنا على الجنب الشمال ده احط زي كده مثلا سكول، من قصدي اللي هي زي جمجمه،
الجمجمة اللي احنا بنشوفها دي في الافلام الكراسينة والحوارات دي. ومتهيألي كده هيكون الكهف كله خلص، مبقاش فاضل غير ان انا احط جشة بطيخ بس. بالنسبة للجمجمة انا هكون محتاج كوارتز، واللي هو هجيبه من باري لان انا حرفيا مبقاش معايا. برضو هجيب لي شوية من الفيليجرز اللي عندي هنا دول، لازم اغير المهنة بتاعتهم، الموضوع ياخد شوية وقت. اصلا على ما اظن عندي شوية كوارتز حلوين قوي في المخزن من اول السيزون. فعلا محتاج ان انا انظم شلقراتي وحاجاتي في المخزن، لان كل ده حرفيا عبارة عن شيستات بلا نفعة. اوكي هنا الكوارتز هنا كلهم هنا، ياب كلهم هنا. هل في شلقر واحد ناقص بس هيمشوا حالي دول، ولو احتاجت اروح اسرق من باقي الاعضاء. اصلا هم عندهم كوارتز كتير حسب علمي. باري عنده فيليجر بيبيع الكوارتز، فده شيء حلو. وعايزي نفس الموضوع، انا الوحيد اللي ما عنديش غير فيليجرز جولدن كارت بس. عموما خلينا نبتدي دلوقتي في التايم لاب، نرجع للتايم لاب تاني واحنا بنبني البتاع ده. اوكي المشروع 90% منه خلص. حلو، الجمجمة شكلها رهيب جدا الصراحة، احلى جمجمة شفتها في حياتي. انا لقيت التصميم ده على جوجل وفعلا تعبت عشان اعرف احاول انا اصممه بنفسي، لكن طلع شكله في النهاية حلو قوي. الاسنان دي من عندي عشان قلت لي لا يعني اسنان، فاهم؟ الجمجمة طبعا لازم يبقى فيها اسنان، صح ولا انا فاشل في الاحياء؟ مش الجمجمة المفروض يبقى فيها اسنان؟ المفروض. عامة ده مش درس احياء، دي ماينكرافت. سفن جيش البطيخ اتحطت هنا، تمام، في سفنتين هنا، وتعالوا اوريكم الشكل من جوه الكهف بقى. خرافه خرافه خرافه. بوي زي انتم شايفين ده من جوه الكهف، حلو، والشكل هنا تحفه قوي، وان السفينه تبقى هنا كده في نص الكهف مخليها شكله احسن 100 مره. مشكلته الوحيده انه لسه محتاج تنوير في السقف عشان الوحوش اللي بتترسم في السقف وتقع عليا دي، ولكن غير كده تكنيكين الكهف خلص. زي ده اللي احنا حاطينه في السيرفر الداتا باك بتاعت الستاتشوز، ودي ببساطه اللي بتخليني اعدل الارمر ستاند، اخليه من شكلي كده شكلي كده. وده ببساطه باستخدام الكتاب ده. كل انا بعمله ان انا بضغط هنا تشيك تارجت، وبعد كده بغير من الحاجات دي، وفي بريسيتس هنا بتحط لي معينه او حاجات من غير انا ما اتعب نفسي، بتبقى بريسيتس جاهزه كده. ممكن اخليه قاعد، ممكن اخليه عامل الشكل الغريب ده، الوضعيه الغريبه قوي انا مش فاهم ايه ده، او ممكن اخليه واقف عادي زي كده. الداتا باك دي خرافه بجد، وبتخليني اضيف حياه اكتر لمنطقتي، وانا هكون بستخدمها في منطقتي كتير جدا، وهنكون بنستخدمها في الكهف ده كتير جدا برضه. هضيف هنا بقى جيش البطيخ وهو بينقب عن دايموند، وهضيف اورات هنا في الحتت دي، وهضيف جيش البطيخ وهو قاعد بياكل وهو بيتمشى وهو بيحارب بعض كده، فاهمين؟ فانتوا اكتبوا لي بقى افكار، يعني قولوا لي جيش البطيخ هنا بيعمل ايه بالظبط عشان تدوني افكار اكتر احطها لجيش البطيخ هنا. اما كده يكون حرفيا الكهف كله خلص. ممكن يكون في مثلا مدخل ولا حاجه لازم ابنيه، بس انا ما اظن مش لازم، خليه كده تحس انه واقعي حبتين. وعشان ابني السفن دي اضطريت ان انا اعمل في وول فارم دي. اي الوول فارم دي بسيطه جدا جدا الصراحه، مش محتاجه حاجه، وانا بس خدت الوول بعد كده لونته من عندي. كنت عايز اكمل الحتة دي كده كلها ساين تركاتا، بس الساين تركاتا اللي معايا خلص، وانا الصراحه ماليش خلق اروح اجمع تاني، كفايه كده بقى. شلت كل الفرمات اللي هنا، انا لسه ما حطيتهاش جوه الكهف، وبدات يعني اغير رايي اذا كنت احطها جوه الكهف ولا لا، لان المفر مش هتبقى شغاله بطريقه ممتازه جوه الكهف، محتاجه ايه البايم بتاعها اللي هو هنا. فعشان كده شغاله حلو قوي في الحته دي في البقعه دي، بس حرفيا في كل حته في الماب فيها ميه هي ديب اوشن، فممكن احطه هنا حتى. طبعا جات لي فكره مجنونه اكتر، حلو، مجنونه اكتر من الكهف دي، هو اللي انا اكسر القلعه دي كلها. هي انا عارف انا متخلف ولازم يعني اتضرب على دماغي 20 مره، بس شباب خلينا اقنعكم. فالشكل هنا بتاع القلعه مش لطيف، حلو، هو مش لطيف، شكل القلعة هنا مش لطيف أبدا. تخيلوا بقى القلعة دي، حلو، تخيلوها معايا، تخيلوها مكان البيت ده مع بقى النهر والمحيط، والقصدي والسفن جيش البطيخ والجمجمة الجميلة دي والفيو للبحر. القلعة هنا اللوكيشن بتاعها هنا هيبقى أحلى بكتير من إنها أحطها هناك كده في العزل لوحدها. فعشان كده أبسط حل إن أنا أكسرها من هنا، وأكسر كل الحاجات اللي هنا طبعا، بس دي أنا أخليها الحلقة الجاية، أكسر كل الحاجات اللي هنا وأبدأ أبنيها تاني هنا. الموضوع مش هياخد وقت طويل لأن أنا مش سنجل بلاير، أنا في مولتي بلاير، فأنا هجيب الخدام بتوعي
ساعدوني، قصدي شباب، قصدي شباب الأعضاء، الناس ساعدوني. تمام، مش قدام الناس، هدفع لهم يعني، اكيد هدفع لهم، المهم انهم ما يساعدوني. فالمفروض الموضوع كله يخلص على طول يعني، هم يساعدوني في البناء وهيساعدوني في التكسير وفي كل حاجه. بس بجد الشكل كده بقى تحفة وخرافة، خرافة. اللي ممكن يحصل بعد كده بقى اللي انا مثلا فاضل، انا حرفيا انا خلاص تعبت المشروع ده جاب اخري، ولكن بعدين ممكن انا اضيف بقى شوية ليفز نزلة من هنا، العين دي طالع منها مثلا ليف وقعة، فاهم؟ الستايل الاوفر جرون اللي انا كنت بكلمكم عنه احاول انا اعمل له بلاي هنا كده. يعني هي ما اقترح اقتراح علينا في الاجتماع ده، واللي احنا نضيف كوين خاصة بالسيرفر، ما بين ان ما فيش اي حد لسه حد دلوقتي عمل محلات، فاحنا قلنا ان احنا نحط كوين. هو كان مقترح الفكرة دي من زمان حرفيا من اول بدايه السيرفر، ولكن انا قلت له لما نبتدي نعمل محلات ساعتها نبقى نفكر في الموضوع. احنا طبعا كلنا مأجلين المحلات عشان احنا كنا شغالين على مشاريعنا، يعني مش اهم حاجه المحلات في السيرفر، كلنا شغالين على مشاريعنا. فدلوقتي نبدا نعمل محلات، دلوقتي نبدا نظبط السبون، فمحتاجين كوين جديده على اساس ان بعض الاعضاء شايفين ان الدايموند خلاص بقى ممل. ماذا ما وطف اوكي. فعشان كده انا خدت وقتي وقدرت ان انا اعمل كوين جديده للسيرفر، وهتقدر تجيب الكوين عن طريق الفيليجر ده ببساطه، هتحول الدايموند للكوين الخاصه بالسبون والعكس. فبالتالي قيمه الدايموند لسه موجوده زي ما هي، وكاننا بنستخدم دايموند حرفيا ولكن بشكل مختلف، شكلها مختلف. اما مستر بيت كان شايف انها ملهاش داعي، فعشان كده هو هيفضل يستخدم دايموند واحنا كلنا نستخدم كوين، او هو اصلا مش هيستخدم حاجه اصلا، مش هو هيعمل ثوره على المحلات كلها. لكن هي دي الكوين، تمام، شكلها حلو، شكلها نضيف، شكلها مش مهم. المهم خلينا نشوف ايه اللي بيحصل هنا عليا، انما ما انا عارف بجد زعلان ان انا هشيل البنايات دي، بس الستايل اللي هناك احسن بكتير من اي ستايل زي ده، تمام، وفي تفاصيل واحساس حلو، في احاسيس في الستايل ده جدع. طبعا انتوا عارفين ان هنا هتكون نهايه الفيديو. شكرا على المشاهده، ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت يا حاجش البطيخ. بيس عليكو. انتوا عارفين انتوا كلكم هتموتوا صح؟ لو انا مش قصدي هتموتوا هتموتوا، بس لو في حاجه هتحصل للمبنى ده حلو، الحلقه الجايه لما بقى هكسره حلو، لما اكسره انتوا هتبقوا طلقين في الهواء الطلق اللي انتوا اول مره تشموه في حياتكم.